أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له اليوم بملعب ميلوداد في بيوهران تحسبا للمباراة الودية المرتقبة غدا أمام نظيره الغيني ابتداء من الساعة 8 مساء بنفس الملعب. وقد جرت الحصة التدريبية بتعداد مكتمل وفي أجواء رائعة، أين عبر اللاعبون في تصريحات لهم على هامش الحصة التدريبية عن رغبتهم في أداء مباراة مميزة رغم وديتها، إلى جانب إعجابهم بملعب ميلوداد في بيوهران. الحمد لله، فرحت بزاف، نشكر المدرب على الاستدعاء هذا، نشكره ثاني على الثقة اللي دارها فيا. إن شاء الله نكون في المستوى، إن شاء الله نكون عند حسن ظنه وظن الجماهير الجزائرية. إن شاء الله تجيني الفرصة باش نبين بلي نستحق المكان هذا. إن شاء الله التربص راه يجري في أجواء جيدة، رانا واجدين الماتش تاعنا إن شاء الله باش نفرحوا الجماهير الجزائرية. يعني نشكر بزاف الستاف تكنيك تاع المنتخب الوطني على الثقة اللي وضعوها فيا أبري لا بليسير تاع لو غارديان اللي كان هنايا، والحمد لله يا ربي تاع انطونيو، والحمد لله يا ربي على الثقه هذه، وان شاء الله سا سارا بارا ديرني ان شاء الله. انا نسعى نخدم ان شاء الله باش نكون على وتر تاع ستاف تكنيك ان شاء الله. جوغ نوزا فاسيليتي لا تاش، الحمد لله يا ربي مجموعه مليحه، رانا ان شاء الله معلي ان شاء الله باش ندير دي بون ريزولتا في لي ماتش هذا ان شاء الله. بس سي بيان باسي اون سانتريني ايسي، يافي دي بون كونديسيون، اون بيل بيلوز. Ici il fait beau, on est bien accueillis, donc ça se passe bien, tout le monde est content et on espère qu'on va faire un bon match. C'est quoi l'objectif des deux matchs? Faire le meilleur match possible, gagner et voilà, de faire plaisir à nous, faire plaisir à nous, faire plaisir au peuple, faire plaisir à tout le monde. Ça n'a pas vraiment changé, c'est toujours la même ambiance. Et on est pressé de retrouver le terrain devant un public de Oran qui va être chaud. Obtenir les 3 points c'est le plus important. La victoire. Ouais, bien sûr, je pense qu'on est tous des compétiteurs, on veut tous être présents sur le terrain le jour J. Et je pense que tout le monde travaille pour, et ouais, c'est un objectif clairement.